مراكش بالأمازيغية هي أموراكوش بمعنى أرض الله، تسمى أيضا بالمدينة الحمراء وعاصمة النخيل. هي ثالث أكبر مدن المملكة المغربية من ناحية الكثافة السكانية، وتقع في جنوب الوسط. بلغ عدد سكان المدينة أكثر من 1,000,000 نسمة عام 2016. المدينة أسسها يوسف بن تاشفين، والذي سميت له مدرسة بن يوسف، أشهر مدارسها، عام 1662 لتكون عاصمة الدولة المرابطية.